نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من تن تي في، أهلا بكم. نبدأ جولتنا الإخبارية من أخبارنا الأمنية، حيث تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على أحد المشاركين في الهجوم الذي قام به 16 شخصا على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم في منطقة الطلبية، هذا وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقي المشاركين في الواقعة. كان الهجوم قد أسفر عن تهشم واجهة الفندق وثلاث سيارات كانت متوقفة أمامه دون وقوع إصابات. وما زلنا مع أخبارنا الأمنية، حيث لقى ثلاثة من العناصر الإرهابية التي اعتدت على الدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق مصرعهم صباح اليوم في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، وترجع الواقعة إلى 17 من ديسمبر الماضي، عندما أطلق ملثمون ثلاثة يستقلون دراجة بخارية أعيرة نارية على الدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق أثناء خروجه من منزله. وإلى آخر تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي، حيث تتواصل اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاجتماعات الفنية لخبراء مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة لمناقشة المقترح المصري الخاص بزيادة فتحات تصريف المياه من خلف السد من 2 إلى 4 بوابات، وذلك في إطار حرص مصر على تمرير حصتها المائية بالشكل المطلوب في حال حدوث عطل بإحدى الفتحات، ويجرى الاجتماع بحضور استشاري من شركة ساليني الإيطالية المنفذة للسد. أعلنت السلطات المكسيكية يوم أمس أن التحقيق حول العملية الأمنية التي قتل خلالها 8 سياح مكسيكيين و4 مصريين سبتمبر الماضي يشير إلى أن وكالة السياحة هي المسؤولة عن الحادث. وقالت وزيرة الخارجية المكسيكية كلاوديا رويز ماسيو في مؤتمر صحفي الأربعاء أن السلطات الإدارية ووكالة السفر كان عليهما الحصول على تفاصيل أكبر حول التصاريح، وبذلك هي المسؤولة عن ذلك، مؤكدة أن التحقيق على وشك الانتهاء حسب الحكومة المصرية. وصل إلى القاهرة اليوم تشين فانغ مدير إدارة المراسم بالخارجية الصينية قادما على رأس وفد كبير من بكين في زيارة لمصر تستغرق 3 أيام، ومن المقرر أن يلتقي الوفد خلال زيارته كبار المسؤولين للإعداد لزيارة الرئيس الصيني تشي جين بينغ لمصر في 20 يناير الحالي، والتي تعد الأولى التي يزور فيها رئيس صيني مصر منذ 12 عاما. تنطلق اليوم فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وتستمر حتى 15 يناير الجاري تحت رعاية وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ومحافظة جنوب سيناء، وبمشاركة لفيف من الشخصيات الأجنبية والعربية الهامة. من جانبها قالت وزارة السياحة إنها تولي كثيرا من الاهتمام بدعم الحركة السياحية وزيادة عدد السائحين الوافدين خاصة إلى شرم الشيخ في ظل الظروف الراهنة. أعلنت وزارة القوى العاملة صرف نحو 18 مليون جنيه لأكثر من 20 ألف عامل كإعانات طوارئ في المنشآت المتعثرة خلال عام 2015. وقال جمال سرور وزير القوى العاملة في بياننا اليوم إن تلك المبالغ صرفت من صندوق الإعانات بالوزارة، والذي تم إنشاؤه بغرض مساندة الشركات والمنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجور عمالها. كانت الوزارة قد أعدت بياناً إحصائياً خلال العام الماضي عن العمالة غير المؤمن عليها بالمنشآت المختلفة، وبلغ عددها أكثر من 3000 عامل وعاملة في 1249 منشأة وفقاً للبيان. أعلنت شركة الأهرام والنيل للمجمعات الاستهلاكية التابعتين لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن فتح منافذهما خلال أعياد الميلاد لبيع المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن.
من جانبه أكد طارق طنطاوي رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية أنه يتم إطلاق السيارات المتنقلة والمحملة بالسلع الغذائية والدواجن في العديد من المناطق، إضافة إلى استمرار طرح مبادرة لبيع منتجات اللحوم والدواجن والأسماك بسعر الشراء دون تحقيق هامش ربح للشركة، وذلك تلبية للاحتياجات التي يحتاجها المواطنين بمناسبة أعياد الميلاد. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة انخفاضا في درجات الحرارة، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على معظم الأنحاء وتكون مثيرة للأتربة والرمال، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والأحمر. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، يصحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة. إلى طائفة من أخبارنا العربية والدولية، ونبدأها من ليبيا، حيث قتل 70 شخصا وأصيب العشرات في انفجار كبير ناجم عن شاحنة مفخخة اقتحمت بوابة معسكر للشرطة في مدينة زليتن الساحلية غربية ليبيا. من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم قوات حرس المنشآت النفطية في ليبيا علي الحاسي أن مسلحي تنظيم داعش هاجموا نقطة تفتيش قرب ميناء الصدر النفطي لليوم الثاني على التوالي، ما تسبب في اشتعال النيران في 5 صهاريج لتخزين النفط. وإلى الأزمة الإيرانية السعودية، حيث قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن العميد أحمد عسيري إن التحالف سيحقق في اتهام إيران بأن طائراته استهدفت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في صنعاء. وأكد عسيري أن طائرات التحالف استهدفت منصات إطلاق صواريخ تستخدمها جماعة الحوثي ضد السعودية، مضيفا أن الجماعة استخدمت منشآت مدنية منها سفارات مهجورة. وأضاف المتحدث باسم التحالف إن التحالف طلب من جميع الدول إمداده بإحداثيات مواقع مقرات بعثاته الدبلوماسية، وإن الاتهامات التي تستند إلى معلومات يقدمها الحوثيون ليست لها مصداقية. وفي سياق متصل، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ناقشا أثناء محادثة هاتفية مساء أمس قلقهما المشترك بشأن إعدام السعودية لرجل الدين الشيعي نمر النمر والهجمات التي حدثت على السفارة السعودية في إيران. وأضاف البيت الأبيض في بيان أن الرئيسين اتفقا على الحاجة إلى أن تظهر جميع الأطراف في المنطقة ضبط النفس وأن تتفادى الخطاب والسلوك الاستفزازي وتتجنب مفاقمة التوترات الطائفية وأن تحافظ جميع الأطراف على التواصل الدبلوماسي والحوار. وما زلنا مع الأزمة السعودية الإيرانية، حيث استدعت قطر سفيرها في طهران لتنضم إلى عدد من الدول التي اتخذت إجراءات دعما للسعودية في أزمتها الحالية مع إيران، فيما أعلنت دولة جيبوتي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، واستدعت كل من الكويت والأردن والسفير الإيراني لديهما للاحتجاج على الهجوم على السفارة السعودية في طهران. كانت السعودية والبحرين والسودان قد قطعوا علاقاتهما الدبلوماسية مع إيران بعد هجوم محتجين إيرانيين على سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، احتجاجا على إعدام الرياض للقيادي الشيعي نمر النمر. وإلى الأراضي المحتلة، حيث جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مطالبته بعقد مؤتمر دولي ينبثق عنه لجنة موسعة يكون أساسها المبادرة العربية للسلام في محاولة لإيجاد حل للقضية الفلسطينية على غرار ما حصل في الملف الإيراني النووي وسوريا وليبيا.
وأكد عباس في كلمة ألقاها في بيت لحم بمناسبة أعياد الميلاد بأن القيادة الفلسطينية لن تسمح بأن يبقى الوضع الراهن كما هو عليه من استمرار للاستيطان ورفض إسرائيل لإجراء المفاوضات، مضيفا أن حل القضية الفلسطينية ينهي التطرف والعنف والإرهاب في العالم. وإلى الأزمة اليمنية، حيث أعلن التحالف العربي عن انفجار صاروخ باليستي فوق صنعاء أطلقته ميليشيات الحوثي في اتجاه السعودية، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى. وفي سياق متصل، أكد العميد أحمد عسيري المتحدث باسم التحالف العربي أن القوات قد تمكنت من السيطرة على مدينة وميناء ميد اليمنية الواقعة شمال غرب محافظة حجة، وذلك بعد مواجهات عنيفة استغرقت عدة أيام ضد الميليشيات أدت إلى مقتل العشرات من عناصر الميليشيات. وفي العراق، قتل العشرات من مسلحي تنظيم داعش في غارتين منفصلتين للجيش العراقي على معسكر في الأنبار، حيث لا تزال المعارك مستمرة في بلدة حديثة في محاولة من مقاتلي التنظيم لاقتحام الرمادي مجددا. كان المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل ستيف وورن قد أعلن أن الضربات التي يوجهها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لداعش في سوريا والعراق قتلت 2500 من المتشددين منذ ديسمبر الماضي. وإلى أصداء التجربة النووية الكورية الشمالية، حيث أدان مجلس الأمن الدولي في اجتماعه يوم أمس التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية، معتبرا أنها تمثل تهديدا للأمن الدولي. ومن جانبه، أكد مندوب أوروغواي في الأمم المتحدة ألبيو روسيلي والذي يرأس مجلس الأمن أن المجلس سيبدأ العمل فورا على مجموعة من الإجراءات الجديدة ضد كوريا الشمالية بشأن القنبلة الهيدروجينية والتي تعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن. وإلى فرنسا، حيث قتل شخص برصاص قوات الأمن الفرنسية في العاصمة باريس بعد محاولته الهجوم على مقر لمديرية الشرطة في الدائرة 18. من جانبها، طوقت قوات الأمن الفرنسية موقع الحادث في الوقت الذي توردت فيه أنباء عن محاولة القتيل اقتحام مركز الشرطة بسلاحه وفق معلومات أولية غير رسمية. إلى أخبار الرياضة، ونبدأها من الدوري الممتاز، حيث يلتقي اليوم فريق الأهلي بأولى مبارياته المؤجلة بمسابقة الدوري واتحاد الشرطة في 6 مساء ضمن مباريات الجولة 6 على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية. يدخل الأهلي اللقاء ولديه 19 نقطة من 9 مباريات، بينما الشرطة لديه 7 نقاط من 10 مباريات. يشار إلى أنه كان مقرراً في البداية إقامة اللقاء في ملعب بتروسبورت، ونجحت محاولات الأهلي في نقل اللقاء على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية بعد الحصول على موافقات الأمانة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية. وإلى أخبار منتخبنا الوطني، حيث تراجع منتخب الفراعنة مركزاً واحداً في التصنيف الشهري الصادر اليوم من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، بعدما احتل المركز 58 في التصنيف بدلاً من المركز 57 الذي احتله الشهر الماضي. وجاء منتخب الفراعنة في المركز 10 على صعيد المنتخبات الإفريقية، فيما احتلت الكوت ديفوار صدارة القائمة في ذات الصدد. لم تشهد قائمة 10 الأوائل في تصنيف الفيفا أي تغييرات، حيث لا يزال المنتخب البلجيكي متربعا على عرش الصدارة. على جانب آخر، أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى وزارة الداخلية يطلب فيه حضور 10,000 مشجع مباراتي المنتخب الوطني الأول الوديتين أمام الأردن وليبيا يومي 27 و29 من يناير الجاري في أسوان.
في ختام نشرتنا مشاهدينا، نشكركم على حسن المتابعة، ونتمنى لجميع الإخوة المسيحيين مني ومن فريق العمل عيد ميلاد مجيد.